طبعا مش رايح بتنزل تجري، مجرد ان تحرك عضلاتها من الحاجات الاساسيه. وده ايه حصل ازاي؟ حصل نفسي. من غير بالظبط، حصل من غير ما اي حاجه تتغير في المرض. هي عندها الكرونيك ستيف سيندروم ده او بيشنت ستيف سيندروم، لكن هي في نفس الوقت هو البرسبشن او ازاي هي بتستقبل هذا التشخيص وازاي بتتعامل معاه. دكتور محمد، كومنت صغير على دكتور حسام، لان هو يعني جاب مربط الفرس. احنا في بعض الاحيان احنا عشان بنخاف على عيان الكلى، ودايما بيبقى هدف دكتور الكلى ان هو يديلي البروجريشن او ياخر جدا القصور الكلوي ان العيان يوصل لغسيل. ده بيبقى هدف المريض والدكتور. دكتور حسام قال حته جميله جدا، ان احنا ازاي نغير من تفكير العيان ان هو من مسكنات لحاجات اخرى. هو لحضرتك مثال بسيط انا عملته، يعني كنت اول مره اعرف ان في ستادز وحاجات كده. دكتور حسام يعني افادنا دلوقتي. انا قلت لها تعملي كمادات سخنه وساقعه في اماكن مختلفه عشان تبداي تشتتي مخك من المكان اللي بيوجعك مع بعض الدهانات الموضعيه. الست تحولت تماما من واحده بتابيوز او بتاخد كميات رهيبه من الادويه المسكنه الى حد ان هي بتعمل حاجات تانية خالص، كمادات ساقعه، فبدا يحصل لها زي التشتت. انا كنت عارف ان هي ستادي يعني. دكتور محمد، انا دلوقتي هكلمك في مريض الكلى. في معتقد رائع ما اعرفش جابوه منين، مرضى الكلى معتقدين ان انا عشان بغسل فانا هاخد مسكنات. ليه؟ اصل هتنزل في الغسيل، اصل الكلى مش هتتاثر، ما باظت الكلى، فانا هاخد المسكنات اللي انا عايزها، ولما هروح اغسل الدم هيجدد نفسه والكلى مش هتتضر. ممكن نعرف حقيقه الكلمه دي؟ ما هو ده كده انسان بيفكر في عضو واحد في جسمه، يعني هو خلاص هو تحول لانسان ان هو ما بيفكرش غير في الكلى. يعني هو بوظها زمان، مش شايف الخريطه كامله. هو بوظها زمان، وصل لمرحله الفشل الكلوي، وبعد ما بقى بيغسل نسي كل الاعضاء التانية. احنا لسه بنتكلم، ده في حاجات كتيره جدا ممكن تحصل مسكنات، وبالذات ان هو بقى بياخدها كمان وريد، فبقى تاثيرها بيقعد، لان هو ما بتفرزش. يعني مسكنات الوريد اخطر من لانها طبعا لان هي الجرعه بتوصل بتاعتها بتوصل اسرع. ده انا خدت كميه مسكنات وريد لو فتره مؤقته. لا بس كانت فتره يعني كتيره وطويله. المفيده قصدها حاجه يعني لونج تيرم، ان هي فتره طويله. العيان بعد ما بيغسل بيجي له يعني زي راحه نفسيه كده، ان هو انا هعمل كل اللي انا عايزه على مكنه الغسيل. بالظبط كده يا دكتور. يتحول ان هو بياكل الاكل اللي كان ممنوع منه من سنين. صح. بياخد مسكنات، هو ناسي ان هو عندنا 1000 عضو تانيين. والله حضرتك والجسم مش بنفس الكفاءه. هو معتقد انه بيغسل فخف. بالظبط. بقى انت على الغسيل، بقينا يعني معلش بقينا في وضع لازم ناخد بالنا من كل الاعضاء التانيه عشان ما يبقوش كذا عضو بايظين. يعني كده كده مع الوقت، مع مرور الوقت هيبقى عندك مشكله في المعده، مع مرور الوقت هيبقى عندك مشكله شقيه في القلب، هيبقى عندك مشكله في العظم، الغده الجردرقيه بيحصل فيها مشكله، بيبدا العظم يبوظ، وخاصه الالم. ومحتاجين نكمل فيه، وخاصه كمان هم الناس زمان قبل اختراع الدواء كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيسكتوا الالم ازاي؟ بس الوقت كانوا بيسكتوه بالمورفين. طيب احنا على وعد ان احنا هنكمل في هذا الحوار الاسبوع اللي جاي، لان